أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات الأوضاع في شبوة. وصلت قوات سعودية إلى عتق مركز محافظة شبوة في ظل حالة الاحتقان الذي تشهده المحافظة منذ بداية الأسبوع الجاري. وفق مصدر في السلطة المحلية، فإن القوات المدرعة تمركزت في المطار الدولي المدينة. يأتي ذلك في ظل الاتفاق بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي على إعادة موضع قوات النخبة الشبوانية التي جرى استخدامها من خارج المدينة عقب الأحداث التي شهدتها شبوة قبل شهرين. وكانت قوات النخبة قد حاولت استحداث مواقع عسكرية لها في مدينة عتق الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة والمشكلة من قوات الجيش والأمن تابعة للحكومة قبل أن تندلع مواجهات محدودة بين الطرفين. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: إلى أين تسير الأوضاع في شبوة؟ وهل لا تزال الشرعية تراهن على السعودية؟ وما الذي يجبرها على ذلك؟ شبوة تتجه الأوضاع نحو الانفجار، ومحاولة مبذولة لتأجيله أو للحيلولة منه. منذ أمس الأول وأروقة المحافظة بين شد وجذب ومحاولة إرغام لقوات الشرعية على التسليم لقوات المجلس الانتقالي المنقلبة عليها بدعم مباشر من الإمارات. رئيس الهيئة الشعبية بشبوة اللواء أحمد مساعد حسين دعا كافة أبناء المحافظة إلى رص صفوفهم والعمل على حمايتها وتجنيبها الصراعات والفتن، محذرا من مغبة اجتياح شبوة بقوة السلاح أو الزج بها في أطون الصراع، مضيفا أن شبوة هي العمق الاستراتيجي لليمن ولها ارتباط جغرافي مفتوح بمختلف المحافظات شمالا وجنوبا، والزج بها في الحرب رهان خاسر للجميع. وفي إطار التطورات أيضا، وصول قوات سعودية إلى مركز المحافظة، فبحسب مصادر في السلطة المحلية فإن القوات المدرعة تمركزت في المطار الدولي لمدينة عتق، وكانت قوات النخبة قد حاولت استحداث مواقع عسكرية لها في مدينة عتق الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة المشكلة من قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة قبل أن تندلع مواجهات محدودة بين الطرفين. الواضح إذن أن المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات يريدان على بيانات الشرعية بمزيد من التوسع على الأرض، بينما الشرعية تخسر الأرض والموقف لصالح السعودية التي تبادر إلى احتواء أي موقف قد يتخلق ضد عبث الإمارات. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض الناشط السياسي أحمد الرناح. أهلا بك أستاذ أحمد. حياك الله. بداية أستاذ أحمد، ما الذي يحدث في شبوة؟ طبعا شبوة يحدث فيها في الوقت الحالي، اعتقد ان الامور في شبوة تتجه يعني بشكل عام نستطيع نقول الى التهدئة، كون يعني القوى الموجودة قد وصلت الى يعني مراحل متقدمة من الاتفاقيات، ايضا لا توجد اي انسحابات لاي قوة عسكرية. يعني حسب ما أصل أن الأمور يعني في شبوة وصلت إلى التهدئة، وستكون الأمور يعني في شبوة هادئة، لأنه في الأخير كلهم أبناء محافظة واحدة، وتدخل يعني العقلاء من الطرفين لإخماد يعني نار الفتنة، ويعني متفائلين خيرا بهذا الاتجاه حتى هذه اللحظة. طيب، عندما تشير إلى إطفاء نار الفتنة أستاذ أحمد، ما الأهداف الحقيقية اليوم لكل ما يحدث وهذه التطورات التي وصلت ايضا الى شبوه؟ ما الهدف من هذه التحركات فيما يخص شبوه من وجهه نظرك؟ من الطبيعي انه اي طرف يعني ينتصر في منطقه يعني مهمه كمثلا عدن، فانه يستطيع ان يعني يبدا في الحرب النفسيه من خلال الاعلام ليسقط البقيه المواقع والمحافظات أو المناطق التي يستهدفها بالحرب النفسية وليس بالحرب العسكرية، وهو الذي حدث يعني نفس السيناريو الذي حدث في صنعاء، سقطت كثير من المحافظات والمواقع والألوية العسكرية بالحرب النفسية والاستلام والتسليم والخيانات، وهذا ما حدث يعني السيناريو الآخر في عدن يطبق يعني بنفس الطريقة، لكن في الأخير ليس هناك مبرر لهذه الحرب، كما أنه لا
لا يوجد مبرر كافي للحرب التي خاضها الحوثيون في الشمال في الفترة السابقة. كل ما في الأمر هي صراعات يعني ميليشياوية، والميليشيا لا تؤمن لا ب يعني الدولة المدنية ولا تؤمن بحفظ حقوق الآخرين ولا بدماء ولا صيانة دمائهم ولا حرمة لذلك، وهي فقط يهمها التوسع الجغرافي بعيدا عن واجبات الدولة والتزاماتها، وهذا سهل بالنسبة للميليشيات، لكن بالنسبة للدولة صعب، يعني من الصعوبة يعني بمكان أن تعيش بنفس عقلية الميليشيا أو بنفس يعني أهداف الميليشيا. الدولة تحافظ قدر الاستطاعة على يعني صيانة دماء الناس وعلى يعني عدم تدمير المدن وعلى يعني عدم المواجهات العسكرية، لكن في الأساس يجب على الدولة أن تتصدى لهذه الميليشيات وليس أن تنسحب من مواجهتها أو أن تعطيها يعني المبرر الكافي للاجتياح. ما حدث في عدن كان يعني كان الهدف منه هو بث الرعب والهيبة والحرب النفسية للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية، لكن في الأخير إذا ما وقفنا عند هذه النقطة نجد أن الطرف الآخر طرف غير قانوني وغير شرعي في استلام يعني المحافظات ولا استلام المعسكرات، وهذا ما اصطدم يعني في شبوة بالواقع الحقيقي، يعني حيث أنه يعني السلطة المحلية في شبوة وقفت سدا منيعا أمام هذه التحركات الغير قانونية والغير شرعية. أنت لن تقول أن هذا الطرف غير شرعي وغير قانوني ولا يحق له أن يتسلم زمام المبادرة والإدارة في محافظة شبوة، لكن قبل قليل تحدثت أنه وصلت الأوضاع في شبوة إلى تهدئة كون الطرفين من أبناء المحافظة ويمكنهم تجنيب المحافظة أي تصعيد. طبعا أنه يعني تدخل العقلاء من الطرفين، لأن أنا ذكرت أن هذا أن هذه المواجهة غير مبررة بأي حق، يعني أن تتقاتل أنت وأخوك، يعني أنتم يعني ممكن تقول البيت الواحد أو القبيلة الواحدة أو العشيرة الواحدة أن يتقاتلون في صراعات يعني سياسية غير مبررة أصلا، ممكن أن تستمر أسبوع وعشر أيام وتحدث اتفاقيات كبرى أكبر من واقع اليمن ومن يعني واقع المحافظة وتعود الأمور إلى ما كانت، فلا داعي لإراقة الدماء. أنا قلت هذا الشيء، لكن في الشيء المهم أو النقطة المهمة أن السلطة المحلية حالت أيضا دون تسليم يعني الجيش والمعسكرات والسلطة لطرف غير شرعي. في الأخير الطرف الغير الشرعي يجب أن يعني أن قدر الاستطاعة أن يعني وخصوصا أنه ليس طرفا أجنبيا أو ليس طرفا يعني خارج مثلا المحافظة، فمن الأفضل يعني اتباع كل الوسائل والطرق السلمية التي تحكم دماء الناس حتى يتبين الوضع وتتضح الصورة والرؤية في قادم الأيام. طيب سأعود لك أستاذ أحمد. لم يعني الدولة ومعسكراتها لطرف غير شرعي فهذا غير مبرر للدولة. الدولة هي جاءت والناس يعني قبلوا الدولة إلا لحفظ حقوقهم وصيانة دمائهم والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة التي يعني سلمت زمام القيادة فيها للسلطة الشرعية. طيب سأعود لأسألك أستاذ أحمد، هذه الدولة التي تقول أن أبناء محافظة شبوة يفضلون أن تكون موجودة وراعية لمصالحهم، هل هي قادرة على الصمود أمام كل هذه التطورات والتحركات في شبوة أو ستسقط كما سقطت في عدن وربما في أجزاء من أبيان؟ نشرك معنا بالنقاش الكاتب والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أهلا أستاذ عبد الرقيب. أهلا سامي، مساء الخير. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب، كيف تتابع ما يحدث في شبوة وما الهدف منه برأيك؟ تحية لك أولا ولمتابعي القناة ولضيوفك. شبوة يعني هي في إطار مشروع أو هدف هذه الجماعات أو الميليشيات للسيطرة كما تدعي على كل المحافظات الجنوبية. هي رأت عدن وأبيان يعني لقمتان يعني سهل ابتلاعهما، فأغراها هذا الواقع وهذا هذه التطورات إلى أن تذهب بعيدا نحو شبوة. ولكن علينا أن نقرر أمرا آخر، وهي شبوة تختلف عن أبيان وعن عدن. شبوة لا تميل إلى هذه المشاريع، مشاريع المناطقية والعنصرية. شبوة مفتوحة على المهرة وحضرموت ومأرب، حتى النخبة الشبوانية التي تتبع الإمارات جربت قبل أسابيع أو قبل أشهر
محاولات عدة للسيطرة على عتق أو على بعض مناطق في شبوة، ولكنها فشلت. أبناء شبوة يعني لديهم مزاج آخر كذلك. يعني هناك اليوم تطورات جديدة، هناك لجنة سعودية وقوات سعودية وصلت إلى شبوة، هناك مصالح يعني للمملكة العربية السعودية في هذه المحافظة، وأعتقد أنها ستذهب إلى نفس مصير شب أبيا وعدا. طيب أعود للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ما الذي يجعل الدولة تصمد في شبوة؟ سؤال الذي كنت طرحت لك قبل أن ينضم لنا عبد الرقيب. ما الذي يجعل الدولة تصمد أو تصمت؟ تصمد في شبوة. من الصمود؟ من الصمود. الدولة ستصمد في شبوة، هذا واجب الدولة يعني، لأنه في الأخير أنت الطرف الآخر طرف غير قانوني غير شرعي. إذا أنت تريد، أنا أتحدث مثلا على الطرف الآخر، إذا يريد أن يكون طرف قانوني يعلن دولة في عدن ويأتي باعتراف، وأعتقد كل المحافظات الجنوبية ستنضم إليه بدون حرب. لكن أن تأتيني بالقوة العسكرية وبدون يعني مبرر قانوني ولا شرعي، ولست أنت طرفا شرعيا، فمن الصعب والمستحيل تماما أن يعني أن تخضع لك الدولة أو تسلم لك الدولة، فلست أنت طرفا شرعيا ولا حتى مؤهل ولا قادرا لإدارة هذه الدولة. الدولة في شبوة والمحافظة والسلطان المحلية ستصمد في وجه أي ميليشيات يعني تحاول أن تقلق السكينة العامة. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، الناس أو أن تصادر حقوقهم أو حرياتهم، هذا لا يمكن أن يكون مقبولا. طيب الناس في شبوة أستاذي، الناس في شبوة ليست فقط السلطة المحلية، هناك يعني الناس يبحث يعني سيدافعون عن كرامتهم، لأنه في الأخير أنت جاي بمطلب يعني محدد، الجهة الفلانية، الحزب الفلاني، الجماعة الفلانية، القيادة الفلانية، يجب أن ترحل. أن ترحل من وين يعني؟ أن ترحل من أرضها، أن يخرج من أرضه. يعني وصلت الموضوع في شبوة أو في كل المحافظات أعتقد، خصوصا في جبوة العروض التي قدمها الانتقالي، أنها إلى مرحلة الكرامة، يعني كرامة الناس، يعني أخرج ارحل، أرحل عن أرضي، أخرج عن من أرضي، أين أخرج؟ هذه يعني استفزازات غير محسوبة العواقب. طيب أستاذ أحمد، ستجعل يعني طيب هذه النقطة واضحة ما بين فعلي الصمت والصمود. لماذا عندما سألتك الدولة هل ستصمد في شبوة ذهب تفكيرك إلى الصمت؟ لماذا باتت الغلبة اليوم ربما في التفكير والمواقف على الشرعية والحكومة الصمت؟ شوف يا أخي، أنه القيادة المحلية هي يعني امتداد دائما للقيادة العليا، والقيادة العليا إذا صمتت طبيعي أن تصمت أي قيادة محلية. لكن في الإدارة في الأزمات يكون القائد الفعلي هو الذي يتخذ القرارات، يعني حتى بدون الرجوع إلى القيادة العليا. صحيح أن الدعم يعني ضعيف وأن الإمكانيات غير يعني قابلة للموازنة مع قوة الطرف الآخر المدعوم إماراتيا بأسلحة متطورة وبخبرات وبمعلومات وبطائرات وما إلى ذلك، لكن هذا لا يبرر لأحد الانسحاب ولا أيضا الهزيمة. ولا يمكن الناس ان يعني ان تقبل بالهزيمه او برحيل الدوله. بالاخير الدوله هي التي تسير امور الناس، يعني تخيل انه هذه الميليشيات تستولي على المحافظه، ما الذي سيحدث؟ ستغلق كل المرافق الحكوميه، الجوازات، الاحوال الشخصيه، الخدمات، ما الى ذلك يعني. اشكرك جزيلا استاذ احمد. في الاخير ستدافع عن خدماتها، عن حقوقها، عن واجبها ما يعني في حماية الدولة. وأعتقد أنه كما ذكرت لك لن يعني يحدث في شبوة أي مواجهات، لكن إن حدثت فأعتقد أنه قد حدثت تجارب من قبل ذكرها ضيفك الأستاذ عبد الرقيب، وليست النخبة يعني مؤهلة للسيطرة ولا لديها يعني القدرة العسكرية يعني للسيطرة على محافظة شبوة. محافظة شبوة محافظة كبيرة مترامية في الأطراف، أشكرك. يعني ليست يعني مدينة صغيرة أو مقلقة، وتستطيع أن الحرب لا تكون يعني في منطقة أو في نقطة محددة. إذا ما حدثت الحرب يعني، وإن شاء الله لن تحدث، لكن لن تكون الحرب هي في عتق أو في مدينة عتق، ستمتد الحرب على يعني في مناطق واسعة وبعيدة، وستكون يعني كارثية بكل يعني ما تحمل الكلمة من معنى، والذي يشعلها سيكتوي بنارها. طيب أشكرك جزيلا أستاذ أحمد رناح الناشط السياسي، كنت معنا
من العاصمة السعودية الرياض. شكرا جزيلا لك، وأعود الأستاذ عبد الرقيب الهدياني. إذا وصول لجنة سعودية وقوة سعودية إلى محافظة شبوة، في أي سياق يمكن قراءة هذه التطورات؟ ما الذي يمكن لهذه اللجنة والقوة السعودية فعله؟ طبعا وصول القوات السعودية، وجود إرادة سعودية أن يشعر، أن تشعر ميليشيات المجلس الانتقالي أو لنقول بعض العقلاء فيهم، يشعروا أن هناك خط أحمر في التقدم نحو شبوة، سيعملوا على فرملة هذه الهرولة التي تتملكهم باتجاه الشرق. الوساطة السعودية وصلت واجتمعت بالمحافظ لعدة ساعات، ثم جرى اجتماع اللجنة الأمنية. اجتماع اللجنة الأمنية يبشر أن الأمور ذاهبة نحو ترتيب الأوضاع الأمنية ورفض أي تواجد أو أي تسليم لهذه القوات، والسلطة المحلية تستعد لأي مواجهة ولأي ظروف طارئة. وهناك دعم عسكري حصلت عليه من خلال القوات السعودية التي وصلت وتمركزت في مطار عتق. كذلك لدينا معلومات من مصادر محلية في شبوة أن هناك موقف النخبة الشبوانية الموالية للإمارات، يعني فيما بينهم خلافات بينية. أولا، تشكيل النخبة في شبوة كان عبارة عن ترضيات للقبائل المتعددة في شبوة. هذا التعدد اليوم انعكس في هذا الخلاف، هناك بعض القبائل ترفض ان تذهب المحافظه الى صدام والى سفك الدماء كما حصل في ابيان وفي عدن، ولذلك تخلخل موقف ميليشيات المجلس الانتقالي وما تريده الامارات من 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 مشروع او من عبث في شبوه. شبوه لن تكون كابيان ولن تكون كعدن، الامور مختلفه، الواقع مختلف، كل شيء في شبوه مختلف. وقوات الشرعية في شبوة تكاد تكون أحسن حالا، هناك محور بيحان، المحافظة مفتوحة على عدة محافظات لا ترفض الانتقالي ومشروعه ودعواته وعبثه. الأمور برأيي لن تكون كما كانت أبيان أو عدن. طيب، نرحب بضيفنا من نيويورك الباحث السياسي عبد ربه وازع الشايف. أهلا بك أستاذ عبد ربه. اهلا وسهلا، مساء الخير لك وضيوفك الكرام وللمشاهدين جميعا. شكرا جزيلا لك. برايك الى اين تسير الاوضاع في شبوه استاذ؟ والله الحديث عن شبوه ليس بمعزل عن ما يحدث في الجنوب بشكل عام. ما حدث في عدن سينعكس على شبوه، سينعكس على حضرموت، وشاهدناه بالامس في ابيان. الحلول الترقيعية التي تنتهجها الدولة والتسكين الموضعي اللي تقوم به المملكة العربية السعودية، هذا يترك مساحة أكبر للإمارات وميليشياتها لاستكمال الانقلاب على كافة المحافظات الجنوبية وكل المؤسسات، مؤسسات الدولة، وإسقاط ما تبقى للدولة في المحافظات الجنوبية. الشبوة الحكومة الشرعية لابد أن تأخذ موقف حازم. نحن أمام انقلاب تمرد مسلح، يعني شهد به العالم كله وأدانها العالم كله، فلا يجب التماهي مع هذه المشاريع التقسيمية بهذه الطريقة. طيب، انعكاسات ما حصل في عدن وأنت أشرت إليها أنه سيكون له تأثير على كل المحافظات، فيما يخص شبوة الانعكاس هذا في أي اتجاه؟ وهناك قراءة للأستاذ عبد الرقيب ولضيفنا الأستاذ أحمد أيضا أنه شبوة ليست لا عدن ولا أبيان ولن تتأثر ربما، وسيقف تمدد وتحركات الانتقال على حدود شبوة ربما. هنا يبقى الحديث عن دور السلطة الشرعية ودور الدولة. ما الذي اتخذته الدولة بعد ما حدث في عدن؟ هل باشرت الدولة وبادرت والتقطت اللحظة للسيطرة وبسط يد الدولة على شبوة قبل إتاحة الفرصة للميليشيات؟ لكن ما حصل في أبيان، لا أعتقد أن شبوة بتكون بعيد عن ما حصل في أبيان وفي عدن، لأن الميليشيات، هذه الميليشيات المسلحة التي تدعمها الإمارات، تتحرك في المساحات الفارغة التي تتركها الشرعية. الانتظار حتى يتم التفاوض، المفاوضات مع الميليشيات، هذه تمنح الميليشيات وقت كافي لإتمام سيطرتها
ربما ان السلطه المحليه نأت نوعا ما بنفسها في شبوة كي لا يحدث تصادم وحرب، لكن الثابت ان المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات الاحزمه والميليشيات المسلحه لديها هدف واحد وثابت، وهو ان تكون ان يحصل يتكرر ما حصل في عدن في شبوة وما حصل في ابين. ولذلك انا اللي ارى ان الدوله تساوف في حزم مثل هذه المواقف. انت امام ميليشيا لديها هدف محدد، اسقاط هذه المحافظات مهما كلفها بالتفاوض او بقوه السلاح كما حصل في عدن وفي ابين. ولذلك انا من وجهه نظري ان الدوله امامها فرصه واحده. لا احد يريد الاقتتال بين اليمنيين، ولكن في المسائل التي تمس سيادة البلد ووحدته وتهدد كيان الدولة يجب أن يكون الرد حاسم وليس بالمفاوضات. طيب أنقل هذه النقطة لسيد عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، سيد عبد الرب وازع الشايف يطالب ويقول أمام الحكومة الشرعية فرصة وحيدة للحفاظ على شبوة. ما هي مرتكزات القوة بيد الحكومة اليوم الرئاسة للحفاظ على شبوة؟ نعم، هناك الكثير بيد الحكومة الشرعية. أعتقد أن لديها أوراق تبدأ منها الآن تحركاتها اليوم حتى السياسية لعبت دورا في صالح تقوية الصف في شبوة. ما كانت لشبوة اليوم أن تصمد وأن تتماسك سلطتها اليوم إلا على وقع وتأثير التحركات السياسية الخارجية والداخلية، مكاشفة مجلس الأمن بدعابة الإمارات، تصريحات وبيانات الحكومة، هيئة رئاسة مجلس النواب، أن تعمل كل أدوات الدولة في 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 سياق واحد، هذا يقوي الداخل. كذلك أن تعمل على يعني صناعة قوات عسكرية حقيقية وليست التي رأيناها في أبين. واعتقد ان شبوة تختلف نوعا ما، لكن دعني اقول امرا اخر. اخشاني تحركات المجلس الانتقالي باتجاه الشرق ان كانوا لديهم مشروع اصلا لا يخدموا هذا المشروع. هم اليوم يستعدون قطاعات جديده، قطاعات قبليه وقطاعات اجتماعيه وسياسيه اخرى يعني ترفض مشروعهم، وبالتالي ان يتمدد محاوله ان يتمدد هذا المشروع او هذا الكيان او هذا المكون الى 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 الشرق، فذلك يعني يفرغه من قوته ومن يعني قدراته. شبوة لديها مزاج اخر، المهرة حضرموت. المجلس الانتقالي يمكن ان ينكفئ في اطار المحافظات او اقليم عدن، رغم انه يمثل 5% من جغرافيا وسكان اليمن، المحافظات الجنوبيه، ولانه يمثل 3 مديريات تحديدا، لحي، الضالع، ردفان، يافع. وبالتالي الذهاب محاولة فرض هذه الإرادة على كل أبناء المحافظة الجنوبية هذا أمر مستحيل ومن الماضي ولا يمكن تكراره اليوم. وعلى المجلس الانتقالي أن يعي هذه الحقائق وهذه التطورات التي حصلت خلال ال10 سنوات الأخيرة. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الرقيب الهديان الكاتب والمحلل السياسي، وأعود للأستاذ عبد الرب وازع من نيويورك. أستاذ عبد الرب، بالنسبة للسعودية اليوم وصول لجنة سعودية وقوة سعودية إلى محافظة شبوة، هل المملكة اليوم قادرة على إزالة ما حدث وما استجد في الساحة الجنوبية؟ كيف تقيم أدائها في هذا الموضوع؟ حقيقة أن السعودية، المملكة العربية السعودية تقوم بدور المسكل. وجود قوات إحلال قوات سعودية بدلا عن الإماراتية أو كحل وسط ليست حل. هذه ليست الدولة التي ينشدها اليمنيين، ولا الهدف من هذا التحالف، ولا الهدف من هذه الحرب. لدينا دولة وشرعية وجيش وطني هو المخول الأول للمسك والحل بيد أن يكون ويسيطر على هذه الأماكن ومؤسسات الدولة والمحافظات. المملكة العربية السعودية إذا أرادت أن تكون واضحة مع اليمن ومع الحكومة الشرعية والدولة الشرعية، هناك يعني عدن، يعني في مشكلة قائمة في عدن، وفي يعني انقلاب واضح ومعروف
ومعلن عنه والإمارات تدعمه بشكل علني، فلتقف مع الدولة في إسقاط الإنقلاب في عدن وكبح جماح هذه الدويلة التي اتخذت من اليمن فأر تجارب لتجاربها التمددية. إما أنها تأتي كحلول ترقيعية، هذا ليس حلا، ولا أراه إلا تسليم ما تبقى من المناطق الجنوبية للمجلس الانتقالي والميليشيات الانتقالية المدعومة من الإمارات. السلطة المحلية أو الدولة والشرعية أمامها فرصة تاريخية. الإمارات كانت تشتغل وتعمل بالخفاء، الآن ظهرت كل الأوراق على السطح، ولم يبقى أمامنا إلا أن تتخذ الحكومة الخطوة الأولى لمطالبة سحب دولة الإمارات وإخراجها من التحالف. وما حصل في مجلس الأمن كما تفضل ضيفك الكريم، البيان الذي أعلنته الحكومة اليمنية تأخر 4 سنوات، ولكن خطوها كخطوة أولى يعني ولو جاءت متأخرة يعتبر حل. لابد أن تحزم اليمن والحكومة الشرعية الأمر في أن هذه الدولة تسعى أولا أنها تخالف القرارات الأممية التي يستند عليها التحالف العربي في اليمن. أشكرك جزيلا ضيفنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.